عم تضيع وقتك بهالرسالة. الملكة ما رح ترد على رجائك هاد، هي وضحت لك هالكلام. أنا ما عم اترجاها، عم اشرح لها أسباب. وجلالتها حرة إذا بدها تتجاهلهم، بس هيك بموت وضميري مرتاح. احتفظ بكرامتك على القليلة لأنه مو بقيان منها كثير. وهيك ما بحافظ على كرامتي؟ عن طريق رسالة؟ طريقة شجاعة لتدافع عن حالك من الملكة. بابا، ما فيهم يسحبوا منك حقوقك وألقابك بالقوة. في وثائق موقعة من الملوك بتمنع هالشي. بدك يعني ارفع قضية ضد العرش؟ انت جنيت ولا شو؟ بابا هن مو بس عم يخلصوا عليك، كمان على عائلتنا. اتصرف كرمالنا. انا قررت اني اعمل بنصيحتك. رح أروح مع زوجي ورح أراقب شو بيصير على طريقنا بفرنسا. قرارك ممتاز كتير، هاد أفضل تصرف. بس لازم تعرف إنه زوجي مو خاين. إيه إذا طلع مني هيك حكي بترجاكي أنت رح تضل معنا هنيك، بتدقق وبتشهد معي على كل شي رح يصير، مشان بس تجي اللحظة المناسبة أقدر برر موقفي قدام أهلي. يسافر مع بنتنا على فرنسا، كيف بيتجرأ هذا الوقع؟ يا ربي، رح يحط وريثة العرش تحت رحمة العدو؟ هالحقير فيليب مفكرنا أغبياء يعني؟ ونحن منأكد له هذا الشيء وندفع له ثمن رحلته؟ شو فينا نعمل؟ ما فينا نعمل شيء. قد ما أعطانا ضمانات ملك فرنسا، بنتك رح تكون بين إيديه. لسه ما منعرف إذا الفرنسي ناوي على شيء. تشاكون، عطي أمر إنه يجهزوا السفينة مع أحسن 500 جندي فيك تجمعهم، ولازم يطلعوا فوراً على فلاندرز وزودوها بالمؤن، يمكن ينتظروا كتير. شو الغاية سموك؟ ليحموا حفيدنا كارلوس، يعني إذا صار شيء لأهله هو رح يكون وريثنا. عند أول مشكلة بدي إياهم يسحبوا الولد من إيد هذا البورغندي ويجيبوه على كاستيا. خلونا كلياتنا نصلي حتى يكون ملك فرنسا عائل. سموك، في موضوع تاني، موضوع نابولي. النابوليين لسه عم يقاوموا؟ لا، لحسن الحظ وقت عرفوا انه البابا عزل فريدريك تركوا اسلحتهم. مع هيك ما كان بدي يذكر بحضور الملكة شي عن نابولي، بس هنيك في مناوشات هلا بين رجالنا والفرنسيين. وشو السبب؟ بظن لانه مو متفقين على الحدود المحطوطة بغرناطة. هلا بهذا الوقت؟ ما في اسوأ من هذا الوقت. لازم نتجنب الصدمات مع فرنسا من هون حتى تطلع أخوانا من بلاط الملك لويس. بعت لي فونساليدا. تشاكون، أنا انبسطت كتير بتصرفك. لا تقول شي للملكة عن هذا الموضوع، بكفي إنه قديش قلقانة على بنتنا. أنت رح تروح على فرنسا فوراً، وضح مع الفرنسيين موضوع نابولي وخلي الحدود تصير واضحة أكتر. بس لازم تخلي الأماكن اللي أخذناها. قاتل مشان كل شبر كأنها أراضي أراغونية، كتير تنازلنا بغرناطة. بأمرك سموك. بدي كلفك بمهمة صعبة شوي، وبدي منك تكون دقيق كتير. مهمتك هلأ أنه تفتح عيونك وبتبلغني كل خطوة بتخطيها بنتي وزوجها بفرنسا. كل شي مهم عندي، حتى أدق التفاصيل بمهمتك هي. وإذا الأمور بتخرب بتروح على أمبريس فوراً وبتعطي الأوامر بخطف ابن إخوانا. عروش كاستيا وأراغون على المحك. وساق فيني جلالتك. جلالة الملك، الدوق فيليب من هابسبورغ وزوجته الأميرة دونيا خوانا من كاستيا وأميرة أستوريا. جلالتكم،
لملك فرنسا هذا أمر مني. أنا ما فيني جامل أعداء كاستيا. شكل الإسبانية مو مستعدة تظهر احترامها لك. أهلا فيكم بفرنسا. عزيزي فيليب، وأخيرا تعرفت عليك. جلالتك، بيشرفني إني أتعرف عليك. وأنتي الأميرة أخوانا، الوريثة المستحقة من أهلها. أنتي كمان مرحب فيكي بفرنسا. اسمحي لي إني أعرفك على زوجتي. لا تقلقي كثير، رح اجيب لك طبيب مشان يخفف لك وجعك. عن اي وجع عم تحكي؟ اللي مانعك تنحني لملك فرنسا. تصرفك كان معيب ووقح، مو بس اهنتي ملك فرنسا، كمان فلاندرز يلي انت بتمثليها. مانن اهم من كاستيا وأراغون. بدك تبلعي كرامتك. انا الملكه المستقبليه، ما رح تهيني قدام اعداء مملكتي. بيقولوا انك اكثر واحد بيعرف بالحسابات بكل كاستيا. درست الوثيقه اللي بعت لك اياها عن الضرائب؟ ايه طبعا سمحتك، درستها. طيب صار عندك شيء اقتراح مشان الدفاع قدام المجلس الكنسي بكاستيا؟ اول شيء واجب علي نبهك إنه الناس اللي حذروك كتير من إلغاء الضرائب بالوقت الحالي كتير غلطانين بهالموضوع. ما ناديت لك مشان تدعم الناس اللي واقفين ضدي، بالعكس مشان تساعدني أتغلب عليهم. جامعي الضرائب كتير سهل يرتشوا، بس في طريقة مشان نمنعهم. شو هي؟ نعمل الحساب اللي لازم يندفع لوحدنا وبدون ما نعتمد على الجامعين. وكيف بتعمل هالشي؟ منبدل الضريبة المتغيرة بضريبة ثابتة على طول وبتدخل بنفس الكمية. ما بكفي، اللي لازم يدفعوا هن الناس اللي معن أموال أكتر، مو بالعكس. في عندي حل مناسب، بس بظن ما رح يعجبك. كولومبوس ضد ملوك كاستيا بالمحاكم. هذا الأميرال أكيد جن. مو كتير جن جلالتك، لازم تعرفي أنه بيقدر يسبب خسارة كبيرة للعرش باتهاماته. شو بتقترح نعمل لنصد خططه؟ سموك، أذكى حل هلأ أنه نحطه بالحبس ونحاكمه على اعتداءاته والمشاكل اللي تسبب فيها باسمك، وهالشي عقوبته كبيرة. رح أستقبل كولومبوس بالبلاط. إذا الأميرال بده محاكم رح تصير. يمكن ما كان لازم أجي لهم، أنا ما لقيت غير إهانات وزل. أنت متأكد أنه أهلي رح يتفهموا هالشي؟ فونسليدا هون؟ سموك، جلالة الملوك بيبعتولك أحر التحيات. هن زعلانين مني شي؟ طمني. اهدي سموك، أهلك على معرفة بكل شيء عم يصير معك هون، وأنا بأكد لك زوجي بيستمتع بس يستفز أهلي. بعرف أنتي مو دائماً كنتي تحبي نصايحي، بس بترجاكي تسمعيني هالمرة بالذات. حسني مزاجك بالذات قدام الفرنسيين، هالوقت مو مناسب لنرجع عداوة قديمة. صدقيني مو لازم واجه أعداء أهلي؟ مو حالياً، لازم نطلع من هالوضع. هون كلنا بخطر. صحيح عم يحكي سموك، المفروض أنه نراعي أول شيء مصالح كاستيا وأراغون، وبعدها مصالحك. الملكة آن طلبت أحضر مناسبة دينية اليوم، رح أحضرها ورح ورجيهم أنه أميرة كاستيا بتعرف تتصرف حتى لو ما كان مرغوب فيها. هم.
كاتالينا قلت لك إنه رغبتك ما رح تطول لتتحقق، وهيك صار حتى قبل ما يكون بدي فارقك. ما بدي فرحتي تزعجك هيك بتضايق. ماني مزعوجة منك، بالعكس، بس أنا حزينة. اسمحي لي كون ضعيفة يا بنتي، تذكري دائما مين أنتي ومن وين أجيتي، وصلي للرب كل ليلة مشان ينور لك دربي. حاضر ماما. رح تصيري ملكة عظيمة كاتالينا، أنا متأكد. الإنجليز ما بيعرفوا قديش هم محظوظين بوجودك معهم. حاولي تبهريهم. ماما لا تبكي، رح أكتب لك دائما. بحلف لك بشرفي وبالحب اللي بقلبي إليك. هي راحت آخر أميرة بكاستيا، الله يحميها. كأنك ما سمعت عن زواج الأميرة كاتالينا اللي بتكون أخت زوجتك من أمير ويلز. شيء أكيد، هي إرادة الرب. بيقولوا إنه الأمير آرثر ضعيف مثل وردة لطيفة، إذا الملك هنري بيوافق يتزوج أختي رح نحقق مو بس تحالف كتير قوي، كمان رح نخلص على أراغون وكاستيا. عزيزي الأرشيدوق، أنت ماكر مثل السالب. بتكون تعذروني، عندي أمور بسيطة بتحتاج حضوري هلأ. على قدمه محتال كمان شخصيته قوية، ما هي؟ أكيد الأرشيدوق مفكرنا مصدقينه. بعتقد أنه ذكاؤه بيلمع أقل من طموحه وجماله جلالتك. حالياً الأفضل أنه يكون حليفنا، إذا بيحالف بريطانيا رح يحكم كل الممالك اللي بتجاور فرنسا. أنا بشك إنه والد زوجته يسمح له. أنا بعرف فرناندو، أكيد محضر للأرشيدوق استقبال غير شكل مناسب لغدره وخيانته. يعني برأيك أحسن إلنا تكون علاقتهم أسوأ؟ إيه أكيد سموك. أميرال، أنت ما رح تطلع منتصر بمحاكمة ضد العرش. خد ربحك يلي أكيد مو قليل، وسافر من هالبلد وروح عيش بسلام. ما رح لاقي هالسلام إذا ما حاولت حصل حقي اللي حسب قانونك واللي فرضتوه أنتو علي، وهالشي موثق. سيد الاتفاقات بيوقعوا عليها اثنين، إذا ما تنفذت الالتزامات اللازمة من الطرفين بحق لأي طرف يتحرر. صرت هلأ خبير قانوني سماحتك؟ لا، بس بقوانين الرب. بعدين ما بيلزم زكا كتير لشوف أنه طمعك وتصرفك كحاكم وعلى قد المستوى المطلوب أبداً. اشكر ربك انك رجل دين، لانك لو كنت واحد لما عادي لما عم تهدد الاسقف فانت عم تهدد الملكه كمان. جلالتك، ما بنكر اني ظلمت السكان بالهند، وكان ظلم كبير. واخيرا انت بتعترف باتهامات نائب الملك. المهمه كانت مستحيله، ورجالي اللي كانوا اغلبهم مساجين ما قدرت سيطر عليهم بالمره. بس بحلف لكم إني دائماً وأبداً دافعت عن مصالح كاستيا، وبهالطريقة بتكافئوني بهي الإهانة، بيتهمني واحد منافق مثل حضرتك. لهيك أكيد رح ألجأ للمحاكم جلالتك، وهذا هو العدل. امنحهم يا رب الراحة الأبدية، واجعل النور الأبدي يبقى معهم كنشيد يصدح يا رب بجبل صهيون، ولك ستكون الأصوات بأورشليم في بيت لحم. اسمع صلاتي وستأتي كل الأرواح إليك.
شو هاد سينيورا؟ بالحقيقة هي مشان تحطي صدقة لروح ابني المرحوم إل دلفين. أنا وريثة عرش كاستيا، مو واحدة من وصيفاتك. إذا اعتمدنا إصلاح الضرائب اللي عرضته عليك بيصير العرش هو اللي رح يجمع أتباعك بهالطريقة، رح يتخفف عنهم العبء. بس معلومك سماحتك، الشعب بيحب إنه ما يدفع ضرائب أبداً حتى لو كان مرتاح. بس يا فونسيكا، الناس عم تموت من الجوع، طبعاً مو الكل. شو قصدك؟ بظن إنه صار الوقت مناسب لتقوم الكنيسة بمساندة خزائن العرش. يعني بدك الكنيسة تدفع الضرائب؟ هالشي جنان. بالله، أنت بتسميها جنان؟ أنا بسميها عدالة. قد ما كانت مكانتك الدينية عالية بإسبانيا، إذا أصريت تكفي البابا بنفسه رح يوقفك. اهدى شوي، هذا الموضوع بالذات بده ينحكى فيه بهدوء. رح نطلب رأي مجلس كنيسة كاستيا ورح نسمع شو بده يحكي. خبر كل الأبرشية وعمل التحضيرات اللازمة لهذا الاجتماع، ولبينما ينحل هالنقاش الأفضل نتأمل ونطلب من الرب ينورنا، وهو رح يخلينا نشوف شو الأصح. نحن وقعنا اتفاقية بغرناطة مشان نضمن السلام بنابولي. بهذا الشيء نحن متفقين. أكيد. معناتها ليش أسيادك مصرين إنه قواتكم تغزو مناطقنا ببسيليكاتا؟ أنا بعتقد إنك غلطان. الحدود اللي حددتوها مو نفس المتفق عليها، وملكك ما لازم يطالب هلأ باللي تنازل عنه، لهيك ما نو من حقه. عم تقول إنه سمو الملك عم يتصرف بنية سيئة؟ إنه ما بيحترم شروط الاتفاقية؟ أنا ما بقدر أقرأ شو أفكار سيدك. أنا بشوف الوقائع وبس، وحالياً شايف جنود إسبان قاعدين بأراضينا. وأنا شايف إنك مو جاي على اللقاء بنية إنه نحل خلافاتنا أبداً. إذا كنت مفكر إنه خلافاتنا رح تنحل بتنازلنا قدام مطالبكن، عم تضيع وقتك. بدنا منكن تلتزموا بوعودكن إلنا، بكلمتكن وبس. تعرف سيدي إنه في أوقات ما بينفع فيها الحكي، بينفع الفعل وبس. تعذبت كتير الملكة تبعكم بخسارة أولادها وأحفادها، ما بدنا نسبب لها حزن أكبر. بتمنى ما أكون عم قاطع استراحتك سينيورا. ولا يهمك، بس كنت عم حضر حالي للعشاء. فستانك كتير حلو، بس ناقصك هاد لتلمعي بالاستقبال أكتر. عندك كبرياء كتير، وهالشي بيعجبني. اللي بيميزنا عن الناس هو كبريائنا، بس لازم تكوني حريصة. بتشكرك كتير على النصيحة، بس ما في داعي إلها سينيورا. أنا وأنتي منعيش بعالم الكبرياء، وهالشي ضد الطموح. أحياناً اضطريت أتخلى عن كبريائي مشان حقق طموحاتي. أنا وأنتي شكلنا مثل بعض بهالشغلة. مزبوط، بس اسمحي لي إليك على تفصيل بيأكد التشابه. نحن ملكات بس ما منحكم. لا، غلطانة كتير. أنا شي يوم رح صير ملكة كاستيا ورح أحكم مثل أمي. يمكن تصيري ملكة، بس لوقتها بذكرك إنه وقت الهوى بيصير قوي، الأفضل ينحني الواحد مشان ما ينقص من الصين. بس ما في حاجة نفكر بهالشي، رح أتركك لتحضري حالك هلأ مشان تقدري تلمعي بالسهرة مثل الشمس. كتير حلو الطوق. زوجي هدانية. الأرشيدوق بيعرف كيف يجذب المرأة.
صديقي العزيز، من هالحكي اللي شايفه معناها لازم نرجع نوازن قواتنا مع الأرجوني. ايه صحيح، بس في طريق تاني فينا نسلكه، ما بكلفك قد الحرب جلالتك. بنته وريزته موجودة ببلاطك، أكيد مستعد يتنازل مشانها. منكسب ميزات أكتر بكتير، شروط جديدة ومنوسع منطقتنا، نستعيد الطقيات اللي خسرناها. بس أنا ضمنت السلامة لضيوفنا الأعزاء، هيك بطلع خاين. أكيد مو مثل خيانته لمعاهدة غرناطة وعدم التزامه بالحدود، هذا اللي عمله فرناندو بغرناطة. بعرف ميزات اقتراحك، وإذا منكسب كتير ضميري رح يتحمل الشي اللي ممكن يخجل غيري وما يعمله، بس هالقرار ما لازم يتخذ بعجلة. خلينا نشوف قبل شو مجرى الأحداث. مين بيعرف؟ يمكن فرناندو مع الوقت بيفكر كأب أكثر من ملك وبيتنازل وقته. هذا كل شيء قاله فونساليدا؟ أي سمو الملكة. المعضلة واضحة، يا منخضع لمطالب فرنسا يا أما بتصير حرب جديدة بيناتنا. بظن هي النتيجة الوحيدة. إذا تنازلنا فرنسا بتكون هزمتنا بالحرب بدون أي دم. بنتنا هلأ بفرنسا، هذا الشيء المهم. ماني نسيان سموك، وبأكد لك، بس ما في غير طريق الحرب. حتى لو كان معناتها شيء إنك تخاطر بحياة بنتك؟ المواجهة ما فينا نتجنبها، حتى إنه المواجهات بدت. رح نحاول نضمن حماية إخوانا، وإنت بتعرفي إنه مشاعرنا الشخصية ما لازم تكون أهم من واجباتنا أبداً. ماني شايفة مشاعر بكلامك، شي مرة بحياتك فكر بقلبك وبس. رح سلم نابولي للفرنسيين إذا بتأمريني بهالشي، ومستعد سلم سيغوفيا مشان ما سبب لك وجع أكتر من هيك. بس مع هيك أنت بتعرفي إنه ما بيهمني شو بعرف، يلي بيهم شو بحس. أنا بوثق بحكمتك مثل كتير مرات قبل، بس ما بقدر إني أكون معك. لا توقفي جنبي، بس لازم تكوني واثقة فيني. الملك لويس ما رح يتجرأ يعمل شي لأخوانا، وإلا بيواجهنا وبيواجه الإمبراطور ماكسيميليانو، وحتى يمكن يواجه فيليب. هاي جبهات مفتوحة كتير، ما رح يعمل هيك شي قد ما كان متمني. شوفي قديش بتهمي أهلك، ما همون يعرضوك للخطر وفاتوا بحرب ضد مضيفنا. هني ردوا على الاعتداءات وبس، لأنها كانت غادرة سموك. بس إذا هلأ في حرب شو رح يصير فينا يا ترى؟ إذا فكروا يخططوا لشي ضدك ما رح يكون قرار حكيم. وإمتى كان في ملك فرنسي سياسته حكيمة؟ برأيي ما تفكر كتير بمصيرنا سموك، خصوصي إنه صداقة الأرشيدوق مع الملك الفرنسي يمكن تقلل الخطر علينا. بأكد لك عزيزتي ما رح أسمح يصير لك شيء، رح أعرف وقف الملك لويس بالرغم من استفزازات أهلك له. بتمنى تتصرف بحكمة. لا تقلقي زوجتي الحبيبة، واجبك تروحي عكاستيا وتتسلمي واجباتك كأميرة أستوريا، وبحلف لك بحياتي أني رح أخذك سليمة لهنيك. ليش الكنيسة عم تحاول تتجنب أنه رجال الدين يقوموا بكل واجباتهم؟ يعني ما لازم يشاركوا بخدمة المملكة؟ بس الكنيسة عم تساهم وعم تحمي أرواح أهل كاستيا، وعم تبعت خوارنة ورجال دين ليقطعوا المحيط مشان ينشروا الدين باسم العرش طبعا. شو رح يطالبونا بتضحيات أكتر؟ عم بتقول تضحيات؟ وأنا بسأل حالي شو شغل الكنيسة غير التضحية؟ يعني ما ضحى يسوع مشانك كلياتنا؟ بعرف هالكلام ما بيعجبكن،
بتفضلوا تقعدوا بقصوركن وقدامكن موائد معباية وتخود دافية كتير، بينما غيركن هن يلي عم بيضحوا شي بيخجل. هاد شعوري بس اسمع هالحكي اللي بيخجل لك يا حيف عليكن. إذا أموالنا ما بيدخلوا كلهم بحسابات العرش، فكلنا رح نتحاسب قدام رب العالمين بيوم القيامة، هو يلي رح يحاسبنا. طيب قلنا شو هو قرارك؟ بظن قراري ما رح يعجبك كتير. قررت اني ما خلي ورثة كاستيا كرهائن. فرناندو رح يصب كل غضبه علينا اذا نحن لمسنا شعرة واحدة من راس وريستو. جيوشنا بيقاتلوا بهيك حالي سيدي. الحرب بنابولي مانا ابدا مثل الحرب جوا حدودنا. ولا تنسى ماكسيميليانو. لا، الارشيدوق لازم يروح من عنا باسرع وقت، ما رح نخبص بشي. إقامتنا ببلاطك كانت حلوة، بس بظن صار وقت إنه نروح. كنا عم نتناقش بهالشي تحديداً. بعتقد الأحسن إنكم ترجعوا على فلاندرز فوراً بعد ما تدهورت علاقتنا بعمك. لا جلالتك، رح نكمل رحلتنا لكاستيا بدون تأخير. بدي أنصحك ما تكمل هالسفرة صدقني، لأنه مو لمصلحتك. في احتمال تصير حرب جديدة، لازم فكر قبل كل شي بسلامة سموك. أنا مصر، أنا لازم أقسم كأمير أستوريا. إذا منعتني فالعواقب خطيرة. لا تصر، لأنك ما رح تقدر تفرض علي رأيك يا أرشيدوق. مو دوق بورغندي تابعك اللي عم يطلب منك. أنا مستقبل كاستيا وأراغون وكلامي ثابت، بس باحترام. اهدى شوي، جلالته بس بتهمه سلامتك مو أكتر، وبسبب هالظروف رح يكون المسؤول إذا بيصلكن شي بالأراضي الفرنسية. معناتها إذا هيك أنا بقترح على جلالتك إنه يرافقنا حرسك على الحدود. وأنا بوافق على طلبك. رح نضيف وثيقة مشان نضمن سلامتكن، وبتمنى كل هذا ما يزعجكن أبدا. مثل ما بدك، بس المهم نروح بسرعة. كلامك للمجلس كان صريح وحكيم. بدي أتشكرك كتير، لأنك كنت ميال لاقتراحاتي ودعمتها. ما رح أنسى لك هالشي. ما في داعي تشكرني. إذا حكيت فمشان دافع عن الأصح، مو مشان ساعدك إلك لحسك الفردي بالعدالة. بس قد ما كنت مشكور، بنصحك تدير بالك أبي هرناندو. تعرف قديش تسببت بعذاب الناس بغرناطة؟ كيف بقدر دير بالي بعد ما شفتك عم تعمل هيك؟ عن جد أنت ما بتتعب من الحكي بنفس الأمور كل مرة متواجه فيها تلافيرا؟ على عنادي هاد كان لازم اتحاسب، بس مو من عندك. شو في أخبار مالا عم تنحكى للملكة؟ سفن الأميرة كاتالينا اضطرت ترسى بلاريدو جلالتك. طيب وبنتي بخير؟ ايه، اطمني الأميرة بخير، بس العاصفة كانت قوية واضطروا يرجعوا. بعدين رح يرجعوا يسافروا، انتي لا تخافي. لا، عطي أمر تجي لهون فورا. هذا الشيء مستحيل، وانتي بتعرفي. وانا ببلاد أعدائنا وكاتالينا ممكن تبلع المي ببساطة، مو برأيك هذا الشيء بكفي؟ ما رح أعرض بنتي للخطر أكتر. يا أنت بتعطي الأمر يا أنا بعطيه، مفهوم؟ تركنا لحالنا. بنتي رح ترجع لهون وهذا الموضوع ما بدي ناقشه معك. بس بنتك مثلك ومثلي كمان، لازم تأدي واجبها
وأي أم عندها واجب تتحمل المصايب يلي بتنزل دفعة واحدة عولادها؟ ولا واحدة بهالدنيا، لا بالقصور ولا بأبسط البيوت، حتى ما عاد سلم لكاستيا ولا ابن كمان ولا حدا. اهدي شوي إيزابيل. لا أنت ولا حدا رح يجبرني على هالشي. يعني العذاب اللي تعذبته ما بيكفيك؟ مو معقول يتحمل الواحد كل هالوجع. لا تجبرني أكثر بترجاك. هالوجع أنا بشاركك إياه مثل ما كنت دائما. ما رح أقدر أتحمل توقع مصيبة جديدة على بناتي. ليش ما عم تفهمني؟ هنن كل شي بإيلي بهالدنيا. إذا بخسرن رح أخسر معهن عقلي. خايفة يصير فيني مثل أمي المسكينة. أخيراً جبت لك أخبار منيحة سموه. عن بناتي؟ احكي لا تخليني استنى. ملك إنجلترا بعت قبطان خبير رح يقود سفن الأميرة كاتالينا ليوصلها بأمان على إنجلترا. وبنتنا خوانا؟ لا تخافي، طلعت هي وزوجها من البلاط الفرنسي ورافقوهن حرس الملك لويس. هنن بطريقهم على الحدود. الله سمع دعائي هالمرة كمان. رح نطلع على هون دريبيا بأسرع وقت. استني سموك، ما رح نروح نستقبلهم. فيليب بده يقسم عنا كأمير، رح نخليه يعرف منيح كيف يقلق ويستنى اللقب. معك حق بهذا الحكي سموك، كتير تعذبنا بسبب متطلبات هالدوق. رح تروح أنت، رح نبعتك مع وفد كبير لتستقبل بنتي وزوجها. لا تقلقي سمو الملكة، أنا رح روح فوراً. بتمنى الملكة تقدر تنسى حزن هالأيام. وأنا كمان بتمنى سموك. مع هيك ما لازم نخفف الحراسة، حنخلي كاتالينا تبحر، بس لازم نخرب مخططات فيليب. ملك إنجلترا ما لازم يوافق على عرض الزواج بمارغريت. وكيف رح تحقق هالشي سموك؟ بمساعدة ماكسيميليانو، هو أفضل حدا بيقدر ينهي طموحاته لابنه. ما رح أسمح لفيليب يغير مصيرنا يا تشاكون، وهذا الشي أكيد. الله جل جلاله بيده أن ينصرنا عندما يستحيل النصر، لكن أيضاً بدونك يا سمو الملكة لم أكن لأصل إلى الهند أبداً. لذلك أعتذر منك شديد الاعتذار إن أهنتك عندما طالبت بحقي، وأطلب منك السماح بتواضع. بدي أتشكرك بكل تواضع على استقبال جلالتك. أم كولومبوس، مو ضروري تركع قدامي، مرينا بهذا الشيء من قبل. كلامك عن ندمك الصريح شجعني شوفك وافق استقبلك هون، بالرغم من الإزعاج اللي تسبب لي فيه آخر لقاء لنا. ما بسامح حالي إني تماديت معك. جلالتك، سموك، من أول لقاء لألنا صرتي بالنسبة لألي النور والدليل. بالأوقات الصعبة وبالبلاد الغريبة صورتك ألهمتني بكل تصرف. إذا كل هالقد بتقدرني، لكن ليش مستمر بمعركتك ضد العرش؟ مو أنا يلي دعمتك؟ مو عطيتك ألقاب وامتيازات؟ ما اعتنيت فيك؟ بس هدول الألقاب انسحبوا مني سموك، لأنه وصلنا مئات الرسائل والبلاغات ضدك وحكي ما بيتصدق. مع أنه بيزعلني بس ما بقدر غمض عيوني. بس هذا الحكي كذب، كله افتراء. دائماً كنت دافع عنك قدام الكل، وما بندم على هالشي،
لأنه من أول يوم وحدنا رابط مختلف. ما بيهمني شو رح تقرر العدالة، لأنه بقلك إني أنا المسؤولة عن تعاستك وتعاستي، وبالنسبة لإلي ما في شيء أسوأ من هالذنب. لا بترجاكي لا تتركيني. أنا بس بدي يتحقق العدل. أنا تحت خدمتك سموك. اسمعني منيح، ممتلكاتك رح يرجعوا لك من أول وجديد. شكراً شكراً جلالتك. بس بالمقابل بدك تتنازل عن الألقاب يلي انسحبوا منك. شو جوابك هلأ؟ انت منيحة سموك؟ كأنك تعبانة. طريق البيرينيه بيكون صعب كتير دائما. بتوقع في ناس تعذبت أكتر مني بهيك رحلة طويلة، وهذا هو اللي قالك؟ شايفك حاملة هم كبير. الآن كيف رح ألتقي بأهلي؟ ليش؟ والدتك فرحانة كتير لأنه أخيرا رح تلتقي فيكي. أنا أسأت لهم وخايفة يدفعوني الثمن. فيليب معه حق، حاسة أنه أنا ما عادت همهم. جلالتك النوك بيحبوكي وهذا أهم شيء. أكيد أي سوء تفاهم بيناتكم رح يتوضح. بتمنى هالشي كتير، لأنه مرقنا بظروف كتير صعبة. كأنه العدد قليل. مزبوط. أهلا فيكم من جديد بكاستيا. وجلالتهم وينهم؟ وين أهلي إلي؟ ما قدروا يركبوا خيل لهون ليستقبلوكي سينيورا. الحقيقة السيدة الوالدة عم تعاني من تعب مزمن ما عم بيخف لهلأ. أمي كانت تركب خيل وهي حامل، كانت تروح على ساحات المعارك وما قدرت تجي تستقبل بنتها؟ لحقونا هنيك بالوادي في ضيعة عم يستنوكن مع أكل وشرب لترتاحوا شوي من رحلتكن. أنا لازمني طبيب.